بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على النعماء، والشكر له على الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له عظيم الثناء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالنقاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الوفاء ومن سار في طريقهم يرتجي الفوز في يوم اللقاء. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، لقد اقتضت حكمة الله عز وجل في هذه الدنيا أن يمر المؤمن بالابتلاءات والتمحيصات، فلا يخلو الإنسان من فقد عزيز أو خسارة في مال أو إصابة في جسد أو غيرها من صور النقص، ولو سلم أحد من ذلك لسلم الأنبياء. فقد أدمي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخل النار إبراهيم، ودخل السجن يوسف، ومرض أيوب، وهكذا. فلا يسلم أحد من هذه الابتلاءات. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقد يبلو الله عز وجل الإنسان بالشر أو يبلوه بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والإنسان له عبادات في أوقات الشدة والضراء، كما له عبادات في أوقات السراء. الإنسان في أوقات النعم قد لا يستشعر كثير من العبوديات، ولذلك يقول الحسن البصري عبارة عظيمة، يقول: الناس في النعم سواء، فإذا جاء البلاء تباينوا. الناس يختلفون ويتباينون في أوقات البلاء، والإشكالية عند كثير من الناس أنه ينظر إلى المصائب والابتلاءات بنظرة ظاهرة ونظرة مادية، وتغيب عنه الحقائق الإيمانية. ولذلك الشيطان يدخل عليهم كثيرا، وأنا اخترت هذا الموضوع لأهميته ولمواكبته لحدث زلزال سوريا وتركيا، لأن بعض الناس يقول: لماذا جاء هذا الزلزال؟ ولماذا يموت الصغار؟ ولماذا؟ وغيره من الأسئلة. وهذا الطرح إنما نشأ بسبب غياب كثير من المعاني الإيمانية، وغياب أسرار كتبها الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يبتلي فيها المسلم وغير المسلم، غير المسلم يموت والمسلم يموت. في الحرب العالمية الأولى والثانية مات 100 مليون، لكن ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ الفرق في الجوانب الإيمانية، في الأسرار التي تكون في أوقات الابتلاء. لذلك أحببنا الحديث حول أسرار الابتلاء، ومعرفة هذه الأسرار إخواني يورث الإنسان الطمأنينة والراحة، حتى لو ابتلاك الله بلاء شديد، لما تقف على هذه الأسرار تطمئن نفسك، تطمئن نفسك. أول هذه الأسرار أن الابتلاءات مقرونة بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى. أي ابتلاء صغير أو كبير
في حياتك تيقن أن فيه المغفرة من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد، لا يزال البلاء بالعبد في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. استمر معاه البلاء ويلقى الله وما عليه خطايا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا أذى ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه. الشوكة يطأها الإنسان برجله، الله سبحانه وتعالى يكفر عنا ذنوبه. فكيف إذا اشتد البلاء؟ وأنت تصور درجات الابتلاء وتفاوت الناس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب رضي الله عنها، صحابية أصابتها حمى شديدة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم السائب، لماذا تزفزفين؟ يعني لماذا ترتعدين؟ فقالت رضي الله عنها: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنه يذهب الذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. يطير من الإنسان الذنوب، هذه الحمى التي بين فترة وفترة يصاب بها الإنسان، فتكفر عنه ذنوبه. وكلما عظمت الأمراض والابتلاءات عظمت المغفرة من الله عز وجل. أيضا من أسرار الابتلاء إلى جانب تكفير السيئات رفعت الدرجات، رفعت الدرجات. الله سبحانه وتعالى يرفع أناس درجات عالية بسبب هذه الابتلاءات. قد يكون رجل من الصالحين، حتى الأنبياء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى رفعة في درجاتهم. وتأملوا في هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقسم للعبد المنزلة، يعني يكتب له منزلة عالية في الجنة لا يبلغها بعمله. الأعمال اللي يقدمها ما يصل إلى هذه الدرجة في الجنة، فيبتليه الله في نفسه وولده وماله حتى يبلغه تلك الدرجة. يرتفع الإنسان في درجات الجنة بسبب هذا البلاء، ولا يصل إليه إلا عبر جسر البلاء. أيضا من الأسرار، وهذا مهم جدا وهو متعلق ببعض الكوارث التي تقع، أن من أسرار الابتلاء أن فيه تعجيل العقوبة في الدنيا. أنت بين أحد أمرين، إما أن تكون العقوبة في الدنيا وإما أن تكون العقوبة في الآخرة. ما في أحد يسلم من الذنوب والخطايا والزلات، لكن أين تكون العقوبة؟ تأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة في الدنيا. وفي المقابل في الحديث: إذا لم يرد الله بعبد خيرا أمسكه بذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان وقوع الابتلاءات في الدنيا حتى لا يكون عليه عقوبة في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل عذاب أمتي في الدنيا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزلازل، فالزلازل عقوبة معجلة في الدنيا حتى لا يعذب في الآخرة، وهذا لا يتفطن له الإنسان
ولا يدركه الإنسان. وأيضا من أسرار الابتلاء تحقق كثير من العبوديات، من الأسرار تحقق عبودية الصبر، الصبر على هذا البلاء. وكم من الأجور تكون للإنسان بهذا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما قال بعض التابعين ينزل عليهم مثل المطر المنهمر. أجور، أجور عظيمة عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله سبحانه وتعالى إذا مات ولد العبد يقول الله عز وجل قبضتم ولد عبدي، فيقول نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقول نعم، فيقول الله عز وجل ماذا قال، فيقول حمدك واسترجع، فيقول الله عز وجل ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا قبضت للعبد صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه لم يكن له عوض إلا الجنة. صبر على فقدان الحبيب في هذه الدنيا يصبر، الصبر جزاؤه الجنة. هذه عبودية. ومن أسرار الابتلاء عبودية الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء. تفاوت الناس في هذه الدرجات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الجزاء من جنس العمل. في أوقات الابتلاءات المصائب اللي تنزل بك إذا رضيت رضي الله عنك، إذا سخط سخط الله عنك. وأيضا من العبوديات، من الأسرار، عبادة انتظار الفرج وحسن الظن بالله عز وجل. لما يأتيك البلاء قلبك يتعلق بالله عز وجل، متى تنفرج هذه المصيبة؟ إن مع العسر يسرا. فيتعلق قلب الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وانتظار الفرج عبادة، عبادة، يكون الإنسان مرتبط بالله سبحانه وتعالى. ومن الأسرار التضرع، ظهور عبودية التضرع. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. كم من إنسان غافل ما عرف الله لا بصلاة ولا دعاء، يصاب بمرض ولا حادث يرجع إلى ربه، تتغير حياته 180 درجة. الابتلاءات تجعل الإنسان ينكسر، يشعر بضعفه فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض العلماء الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان حتى يسمع صوته، يسمع صوت الدعاء. سنوات ما يدعو الله عز وجل، يأتيه البلاء يدعو الله، ينكسر، يتضرع، يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى. من الأسرار الخيرية للإنسان، من يريد الله به خيرا يصب منه. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بالعبد الخير أصاب منه، أصابه بالابتلاء. من الأسرار رحمة الله عز وجل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون، من أجور الصابرين، وبشر الصابرين. ومن منا لا يريد رحمة الله سبحانه وتعالى؟ يجدها الإنسان في الابتلاءات. الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ويصبره. ومن رحمة الله، وهذه من أسرار اسم اللطيف، أن البلاء يكون على حسب قدرة الإنسان. الله يبتلي الناس على حسب قدراتهم. البلاء يأتي ويناسب العبد. ومن أسرار الابتلاء ظهور معاني ربوبية الله سبحانه وتعالى. والله يحكم لا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله.
الأمر في هذا الكون لله سبحانه وتعالى، له الأمر، الأمر لله سبحانه وتعالى. الله يقدر هذه الأمور، الله يقدر الخوف والأمن والغنى والفقر والفرح والحزن، فيدرك الإنسان معاني رزق الله، ملك الله عز وجل، تدبير، أمور الربوبية تظهر. ومن أسرار الابتلاء استشعار النعم، استشعار النعم، وهذا جانب مهم جدا، قد يغفل الإنسان عن النعم. ولذلك ماذا يقولون؟ يقول ما يشعر بنعمة العافية إلا المرضى، ما يشعر بنعمة العافية إلا المرضى. أحيانا الإنسان يكون سنوات في عافية وما يشعر بهذه النعمة. أحد كبار السن أصيب بمرض انحباس البول، أخذ أبناء، رجل كبير في السن، أخذ أبناء إلى الطبيب، طبيب المختص، طبيب المسالك، عالج من المرض. فرح الأبناء، جاءوا إلى هذا الأب فقالوا له أشكر الطبيب، فبكى، قال سنوات من العمر 50 سنة والله أنعم علي هذه النعمة ما شكرت الله، الآن أشكر هذا الطبيب. يعني الإنسان يستشعر نعمة العافية التي يعيشها الإنسان. ولذلك ذكر العلامة السعدي في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أن من أسباب تخفيف البلاء تعداد النعم. قارن النعم، لما تبتلى الآن بمرض قل في نفسك الحمد لله أنا مريض لكن في أمن واستقرار، صح أنا مريض لكن أحصل العلاج، صح أنا مريض لكن قريب من أهلي وأصحابي وأقربائي وغيري ما يمتلك هذا الأمر. فتعداد النعم يخفف عن الإنسان. ومن الأسرار استشعار استمرار الأجر لمن كان له عادة عبادة. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، الأجور لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. إذا كنت متعود على الصلاة الصيام، جاء المرض، جاء الابتلاء، حجزك، فإنك تستشعر هذا المعنى. وأيضا من الأسرار وأختم به إدراك أن هذه الدنيا دار نقص واختبار، هذه هي البداية والنهاية، هذه الدنيا ليست دار كمال، دار الكمال ما ينتظر الإنسان بعد ذلك إن كان من أهل الإيمان. هذه الدنيا ليوطن الإنسان نفسه أن فيها نقص بكل حال من الأحوال، فليس الكمال في هذه الدنيا حتى يعترض الإنسان على الابتلاءات التي تكون في هذه الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يجعلنا وإياكم من الراضين، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.